المقترحات والدراسات والتحديات التي ترسم رؤى المستقبل الاقتصادي. تحية إلى أخبار اليوم والأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد جلال وكل المعاونين اللي أبدعوا في تحضير هذا المؤتمر، وتحية إلى الأساتذة الأجلاء اللي قدموا أوراق البحث، وتحية أخرى للحكومة بكل عناصرها الحاضر منها والغائب اللي قدروا حقيقة يحطوا مصر وسط دول العالم كله، محل الاعتبار ومحل الاحترام، اللي يقولوا ان احنا قادرين على ان نواجه كل التحديات، ليست التحديات الاقتصادية فقط ولكن التحديات الأمنية والتحديات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية وتحديات التنمية وتحديات الإيمج والاسم اللي النهاردة مصر تتغنى بيه وسط دول العالم. مصر أبدعت. سمعنا الحقيقة كلام كثير من رسالة الوزراء وكله كان حقيقي. وعايز أقول إن الحكومة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قدرت في وقت قصير أن تحقق نتائج كبيرة، وقدرت إنها تكتسب ثقة الشعب وثقة النواب وثقة القيادة السياسية وتؤدي رسالة عصرية حضرية للعالم. تحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ورفاقه. سادة زملاء، احنا سمعنا النهاردة كتير وسمعنا مجموعة السياسات النقدية والائتمانية وسمعنا الإنجازات اللي عملت الحكومة، وأنا بقول لكم وأنا كبرلماني هذا حق، محدش قال أي معلومة فيها أي تجاوز، كل هذه المعلومات صحيحة 100%. لكن النهاردة الاجتماع معاكم النهاردة هيكون معاكم من نوع خاص، هو الانطلاق، الانطلاق نحو رؤى مستقبل، نحو طموحات التي رسمها القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي لمصر. سيادة الرئيس لما تحدث عن مصر وتحدث عن كل الإنجازات اختزلها في كلمات عبارات رقيقة. قال إيه سيادة الرئيس؟ قال كل اللي احنا عملناه ده هو خطوة من 1000 خطوة. ودي رسالة عميقة جدا، رسالة فكرية عميقة جدا، توضح طموحات القائد، توضح رؤى القائد اللي قدر يضع بصمات المستقبل، قدر يخاطب العالم النهارده بلغة العصر، لغة التكنولوجيا، لغة الذكاء الاصطناعي، لغة البرمجة، لغة الديجيتال، هي النهارده هو السباق العالمي. كان بيقف ويقول كيف نقتحم الثورة الصناعية الرابعة. هذا التحدي تحدي كبير. هذا التحدي تحدي يضع مسؤولية كبيرة جدا، ليس فقط على الحكوميين ولكن علينا جميعا، على كل أفراد الشعب المصري. مصر النهارده لما بتقف تتغنى بالإنجازات، واللي قاله سيادة الرئيس اللي ما تحقق في 6 سنوات لن يتحقق في أكثر حتى في 20 سنة. إذن عنصر الوقت وعنصر وتكلفة عنصر الوقت كان محل اعتبار. أنا عايز أقول النهارده احنا في تحدي، والكل بيتكلم عن المحنة اللي ألمت بالعالم، محنة الكوفيد أو الكورونا 19، ويبدأ التصور الحقيقي والتحدي الحقيقي كيف يمكن أن نغير هذه المحنة إلى منحة، كيف يمكن أن نصنع رؤى مستقبل جديد، كيف يمكن أن نخاطب عقول الاستثمار. منذ ثواني كان السيد وزير المالية بيقول النمو، ونحن إحدى أكبر 5 دول في العالم حققنا نمو، وهذه حقيقة. لكن النهاردة لما بتكلم على النمو هي مشاركة بين القطاع العام والخاص والحكومة، هي مشاركة يمكن أن تتبدل فيها الأرقام. لما أحس أنه في عندنا 24 مليون شخص يشاركوا بإنتاجياتهم وعملهم في القطاع الخاص، دي رسالة. لما أحس أن الدولة كلها قاعدة بتصيغ تشريعات وبتصيغ قرارات وسياسات، وإحنا النهاردة مع صناع السياسات، مع صناع التشريعات اللي قدروا يقولوا للعالم إن إحنا قادرين. وأنا أعتقد التحدي الفترة اللي جاية هو تحدي كبير جدا، تحدي من نوع تاني، تحدي هو تحدي عالمي، لأن جميع الدول العالم النهاردة بتتسابق
لجذب الاستثمارات. كيف يمكن النهاردة ان احنا ندي رسالة للعالم ان احنا دولة مهيئة للاستثمار، وليس الاستثمار المعتاد، ليس مجرد تشغيل العمال، ولكن استثمار القيمة المضافة، القيمة اللي بتتضاعف فيها، القيمة المضافة الى عشرات الاضعاف. النهاردة دول، حتى دول الصين ودول اخرى اللي كانت بتتحدث عن بعض الصناعات وبتبدع فيها، اصبحت النهاردة بتتلاشى عندها الصناعات دي، وبدأت تنظر الى صناعات المستقبل، صناعات القيمة المضافة الحقيقية. هنا التارجت الاساسي النهاردة هو الانطلاق بطموحات غير تقليدية. الطموحات دي بتحتاج الحقيقة الى بنية اساسية، وما عندنا عملاق من عمالقة بناء البنية الاساسية في مصر. عندنا عملاق ضمن عمالقة كبيرة، كل واحد فيهم يفتخر بيه ان الفريق كامل الوزيري هو بيقود حركة البناء والتشييد مرة، وحرقة الطرق وحركة الطرق وحركة الكباري اللي عملها في وقت قياسي. اتحدى دولة في العالم قدرت تنجز هذا الانجاز. طبعا في مراقبة من القيادة السياسية، وفي رؤى طموحة، وفي محاسبة تكاد تكون لحظية على كل العمل. ده كان سر النجاح. معانا فريق كامل وزيري، وهو النهاردة بيتكلم على منظومة الدعم في مصر. طبعا المنظومة دي احد الاسباب، احد الاسس اللي بنتكلم عنها. النهاردة معانا في المحاضرة في الجلسة استاذة فاضلة الحقيقة دخلت في عمق وتفاصيل الصناعة في مصر. الصناعة في مصر الحقيقة وإن كانت ظلمت الفترة الأخيرة من 2011، عرفت مش عاوزين نستعيد الماضي تاني، لكن أنا بستشرق رؤى المستقبل. عاوزين نتكلم على رؤى الصناعة في مصر، إحنا رايحين فين؟ ومتى نكون بحق دولة صناعية متقدمة؟ وما هي الأسس؟ وما هي التشريعات المطلوبة؟ وما هي رؤى مستقبل اللي انا بخاطب فيها عقول الاستثمار العالمي؟ دولة مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها. المستثمر العالمي النهاردة قدامه 100,000 فرصة يروح حولها، لكن ازاي هو يفضل مصر ومناخ مصر ويجي عن اي مناخ تاني؟ بنتكلم عن سوق ضخم للدول الافريقية والدول العربية واتفاقيات ثنائية واتفاقيات جماعية تجمعنا مع دول العالم. كيف يمكن ان نعظم هذه الاتفاقيات؟ كيف يمكن ان نقتحم افريقيا؟ محتاجه نقل، ومحتاجه صناعات، ومحتاجه استثمارات جديده. الحقيقه ملحمه بنشوفها لما دخلت معالي الوزيره بقانون الصناعات الصغيره، وكلنا فخورين بهذا القانون اللي اتقدم عشان ينشئ ويشجع وينمي الصناعات الصغيره في كل ربوع مصر. جانا الدكتور فاضل الاخ العزيز الحقيقه، معانا الدكتور هشام توفيق، جانا بقانون عبقري. جانا بقانون عبقري بمعنى الكلمه، يدرأ الخساره، يدرأ النزيف اللي موجود في قطاع الاعمال العام. الحقيقه انا كنت فخور وشفت القانون ده. اول تارجت فيه هو الحفاظ على مكاسب العمال. اول تارجت، تاني تارجت فيه هو ازاي هو يبدل الخساره الى مكسب. كيف يمكن ان يحدث تنميه حقيقيه وتحديث للميكان الحديثه والتكنولوجيا الحديثه في كل الصراعات، وخصوصا صناعات الغاز الفرنسي وصناعات اخرى عديده. الحقيقه قانون عبقري انا بقدمه، وعاوز اقول لكم ان المنظومات اللي حصلت سواء كانت في منظومه السكه الحديد وتحديثها، او في منظومه الساعات الصغيره وتحديثها، او في منظومه القطاع الاعمال وتحديثه، يمكن قعدنا عشرات السنين ندرس وندرس وندرس. زي زمان لما كان يطلع مطرب على المسرح ويقول انا زعلان، يقولوا له زعلان ليه؟ يقول لهم انا زعلان، وتنوا يغني لغايه الصبح، لا عرف هو زعلان ليه ولا حلوا له مشكلته. النهارده احنا عرفنا هو زعلان ليه وحلينا له المشكله. خلينا اقول لكم بمنتهى الصراحه، مصر بتنطلق، ورؤانا دايما هي عنان السماء، واللي ربى فينا الخصله دي والعاده دي هو الزعيم والقائد اللي كرس كل حياته لمصر. هو لدى كل امكانياته العقليه والفكريه ان يبني، يرسم رؤى مستقبل طموح لمصر كلها. شفنا الربوع، في كل ربوع مصر وفي كل الانشطه في تنميه متكامله، وبنفخر النهارده نشوف عاصمه اداريه من نوع جديد، ونشوف المحافظات اللي بتنتشر
الظهير العمراني بتاعها، بتشوف عاصمة جديدة لكل محافظة. آن الأوان النهاردة إن احنا نتكلم عن رؤى الاستثمار، ونخاطب عقول المستثمر، ونحط تارجت قدامنا. ايه هي الصناعات الغير تقليدية اللي ممكن نجيبها؟ ايه صناعات المستقبل اللي فيها القيمة المضافة العالية؟ أعدادنا ايه للمستثمر من باكج تحفيزي وتشجيعي للناس؟ كيف نسوق مصر عالمية؟ ودي نقطة مهمة جدا. النهاردة العالم كله بينتظر اللي بيحصل عندنا، لكن احنا نسوق ده عالميا ازاي؟ ازاي ايه هو دور سفاراتنا وايه دورنا احنا ومعارض الدورية المتخصصة اللي نقدر نعملها؟ كيف يمكن ان نخلق التخصص الانتاجي في مصر عشان نقول كل محافظة بتشتهر بايه، ونقدر نصدر منتجاتها ازاي، ويبقى في ايمج موجود صنع لكل محافظة على حدة. الحقيقة الفكرة كثير، انا مش عاوز اطول، لكن يسعدني ويشرفني ان انا اتساءل في مجموعة الاسئلة دي كلها للسيد الفريق كامل وزيري، وزير النقل اللي بيبني البنية الاساسية، بيمهد الطرق، سكة الحديد، المواني البحرية والنهرية، طموحات جديدة ومن نوع جديد. هنسمع سيادة الوزير فيها الدفع. فضل ساعتك بطل. انا حبيب بس اقدم تقديم الناس. فضل. وزير الشباب اسمحوا لي اتفضل يا فندم، معلش انا عاوز ارحب بيه، معلش اتردت كذا مرة، لكن دي مفاجأة الحقيقة، ان ضمن منظومة الاستثمار يبقى الاستثمار الرياضي. ان شاء الله هنسمع كلام كتير عن الاستثمار الرياضي، ومعانا وزير شاب، واحنا دولة شابة، مصر دولة شابة فيها الشباب بيلعب عنصر كبير، وسعداء ان يكون وزير الشباب شاب له طموحات وامال، وتشوف البطولات العالمية، وتشوف الناس الحقيقة اللي بدأت النهاردة تحط الرياضة في بكها وفي عقلها بكل انواعها، ونشوف ان مصر النهاردة بتستضيف البطولات العالمية وبتستضيف المباراة الدولية. انا سعيد بالايمج الجديد لمصر، وبحيي معالي الوزير على كل الانجازات دي، وهنسمع بقى معالي الوزير برضه يقول ايه. معالي الوزير اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يعني ما فيش سؤال، ولكن الموضوع يعني سياده النائب المحترم ساب لنا المجال ان احنا نتكلم عن كل حاجه عشان ما حدش يسال بعد كده، فاحنا هنتكلم بسرعه كده عن